أدى الحراك الجزائري الذي بدأ في 22 من فبراير شباط من العام الماضي إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وسجن بعض كبار المسؤولين في النظام السابق بتهم تتعلق بالفساد. لا يمل ولا يكل الشعب الجزائري من الخروج في مظاهرات ضد النظام. مع دخول الحراك عامه الثاني تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة الجزائرية في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي الذي يهز البلاد، وتطرح تساؤلات حول مستقبل هذا الاحتجاج الذي كانت من بين مطالبه إزاحة كل رموز الطبقة السياسية السابقة، وذلك بعد وصول عبد المجيد تبون لمنصب الرئيس في حين إنه من رموز النظام السابق، وأيضا في ظل استعادة رموز نظام بوتفليقة زمام الأمور في الجزائر. وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي الذي أصبح رمزا لتجمعات الحراك في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة حين تجري المظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة. وهدف المتظاهرون المتجمعون أمام المبنى الشعب يريد إسقاط النظام من غير أن تتدخل الشرطة، وكتب على لافتة عريضة: لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية، تنديدا بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ استقلال البلاد عام 1962. ووجهت دعوات إلى التظاهر السبت على شبكات التواصل الاجتماعي بعد عام من انطلاق الشرارة الأولى لهذه الحركة الاحتجاجية التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة للمطالبة بتغيير النظام الحاكم بالكامل. ويدخل الحراك غير الرسمي وغير المنظم والمتمحور حول عبارتين أساسيتين: سلمية ويتنا حوقع، ليرحلوا جميعا تختبئ وراءهما مجموعة آراء متباينة وشرخ حقيقي بين الأديولوجيات. عامه الثاني ما تساؤلات عديدة سوف يضطر إلى الإجابة عنها وبسرعة. وإن كان الحراك الشعبي نجح في دفع بوتفليقة إلى الاستقالة العام الماضي، إلا أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد المجيد تبون رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة والذي عد نتاجا خالصا للنظام دفن المطلب الرئيسي للحراك، وهو نهاية النظام الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962 والدخول في مرحلة انتقالية بمؤسسات جديدة. ويبدو أن الرئاسيات التي جرت في 12 من ديسمبر كانون الأول الماضي منعرجا حاسما في تجسيد الإرادة الشعبية كونها المصدر الوحيد والأوحد لشرعية وتخليص البلاد من مرحلة خطيرة. والحديث عن الحراك الجزائري، يسعدني أن أرحب بضيوفي لليلة من الجزائر. معي دكتور بناب كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بتنة، ومن الجزائر أيضا أستاذ مروان الوناس كاتب صحفي. ضيفي الكرام، أهلا ومرحبا بكم على شاشة قناة اليوم. دكتور بناب، لو أبدأ سؤال هذا المحور من عند حضرتك، لو سألتك عام على حراك الجزائر بين مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار، ما سبب ذلك برأيكم؟ شكرا أستاذ، وعد تحية ليك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة اليوم. سوف أجيب أو أحاول إجابة على السؤال انطلاقا مما ورد في التقرير على أن السيد الرئيس عبد المجيد تبون هو نتاج خالص للنظام السابق. ربما توجد شواهد واقعية تناقض هذا الحكم. الرئيس تبون حقيقة كان هو أول من شق العصا وشخص الداء حين تحدث على ضرورة تطهير الحياة السياسية من المال الفاسد. كلفه هذا الأمر منصب رئيس الوزراء إذ لم يعمر أقل من 3 أشهر، وأكثر من ذلك عوقب على حد قوله، هو عوقب بأن نزعت صورته من قصر الحكومة في سابقة فريدة في السياسة الجزائرية. في المجمل، رؤية الرئيس الحالي للإصلاح السياسي تناقضت آنذاك مع أطماع رجال أعمال الذين يقبعون حاليا خلف السجون. والحقيقة أنه برؤية موضوعية انتخاب شخص مثل تبون يعتبر في حد ذاته مكسبا معتبرا للحراك، فمن أتى إلى قصر المرادية هذه المرة ليس عسكريا أو مقيما في الخارج كما كان سابقا، بل هو شخص قريب نوعا ما من معاناة الجزائريين بحكم أنه والي أو كما تسمونه عندكم محافظا، كان محافظا لعدة ولايات في الجزائر: تيزي وزو، أدرار، تيارت وغيرها، مشبع بالثقافة التكنوقراطية. وبالتالي نتحدث عن رئيس قادر على أن يجسد مقولة صوت من لا صوت لهم، صوت المغيبين، صوت المهمشين، صوت المقهورين. وتجلى ذلك في سابقة في تاريخ الجزائر منذ 1962
أن يتم برمجة اجتماع بين رئيس الجمهورية والولاة أو المحافظين في الأسبوع الماضي أو الأسبوع هذا، وبالتالي هي بوادر فعلية وليست قولية للتخلص من رواسب الحكم الفردي ورد الاعتبار لفاعل أو لفواعل السلطة المحلية والمجتمع المدني وحتى النخب المثقفة. اليوم رانا نقف على حقيقة إشراف أساتذة جامعيين وباحثيين على وزارات هامة، كذلك يوجد أساتذة أو مختصين في القانون الدستوري عهد إليهم تعديل هذا القانون، ما يشي أو ما يوحي بوجود قطيعة فعلية وليست قولية مع ممارسات ما بعد 1962 التي كانت تنظر بنظرة أو بعين الريبة والتوجس إلى النخب. نعم يعني دكتور بوناب، هذا الطرح يفتح باب لسؤال آخر أتوجه به للأستاذ مروان الوناس، مفاده إذن ما هي معايير الحراك الجزائري بعد دخوله العام الثاني واستمراره بالنزول إلى الشارع مرددا نفس المطالب أستاذ مروان الوناس؟ في الحقيقة يعني لا نريد أن نعود إلى الماضي، والسيد تبون إن كان نتاج النظام السابق أو كان جزءا منه هو نتاج مسار سياسي مفروض من أعلى، المسار الذي أدى إلى انتخابات رئاسية أخرجت عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وكرئيس للأمر الواقع، لم يكن مسارا توافقيا، لم يكن في مستوى الحراك الشعبي الذي كان يطالب بالتغيير الجذري منذ 22 فبراير. صحيح. الجزائريون الآن والحراك الذي احتفل بسنته الأولى من خلال مظاهرة عارمة البارحة واليوم يعتقد بأنه ضرورة أن يكون هناك تغيير جذري حتى لا تتكرر المأساة، حتى لا تنتج هناك عصابة أخرى، لا يكون لنا رئيس آخر مثل ما حصل مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذه المخاوف وهذه التجارب السابقة التي جربها الشعب الجزائري هي التي جعلته يرفض المسار الذي بدأته السلطة من طرف واحد. كنا نتمنى أن يكون المسار مسارا توافقيا، مسارا سياسيا يؤدي في النهاية إلى انتخابات رئاسية حقيقية يشارك فيها الجميع ولا تكون محل طعن ورفض من الحركة الشعبية. الحركة الشعبية الآن هو القوة المعارضة الأولى في البلد، وهو الذي فرض هذه موازين القوة الجديدة الموجودة على الأرض. أعتقد الآن لا نريد أن نتحدث عن الماضي، الآن الرئيس عبد المجيد تبون هو رئيس فعلي ورئيس أمر واقع، يمكن أن يجعل من عهدته الرئاسية الحالية ولاية انتقالية ورئاسة انتقالية، يمكن أن تنقل البلد إلى مرحلة جديدة. طيب أستاذ والناس، أن يفتح حوارا وجدا، دعني أكمل على الأقل مثل ما فعلت مع ضيفك. تفضل 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 أستاذ والناس، كنت بسألك سؤال بنفس الجزئية حقيقة، لا يمكن أن أؤجل السؤال حتى يكون المعلومة لا تمر مرور الكرام على هذا الجو الذي حضرتك أشرت بأنه قد يكون هناك باب للحوار حقيقي وأن الحراك الشعبي هو غير المعادلة في الجزائر. هناك دعوة من هذا الرئيس بأنه يمد يده لهذا الحراك الجزائري الحراك الشعبي، هل سنرى تفاوض بكل معنى حقيقي للكلمة، يعني حتى توصل لدرجة أنه لو كان المطلب بتنحيه مرة أخرى عن هذا المنصب؟ تفضل. إذا تحدثنا عن الحوار ينبغي أولا أن نشير إلى ضرورة توفير الأجواء المسهلة لأي حوار أو تفاوض مع الحراك الشعبي أو ما يسمى في الجزائر بشروط التهدئة. ينبغي أولا أن تفتح وسائل الإعلام التي تقاطع هذا الحراك وتعتم عليه وأحيانا تشيطنه أمام وسائل الإعلام. ثانيا أن يرفع الحصار المضروب على العاصمة الجزائرية منذ أشهر، حيث يتم غلقها إغلاقا محكما في وجه المتظاهرين ومضايقات أمنية كبيرة جدا. ثالثا أيضا أن يتم الإفراج عن كل المعتقلين الموجودين الآن في السجون من نشطاء الحركة الشعبية الذين لم يرتكبوا أي جرم، بالإضافة إلى وقف المحاكمات والاعتقالات. هذه شروط تهدئة ينبغي أن تتوفر أولا وتعبر عن حسنية، ثم نذهب إلى حوار حقيقي كما يقول الحرك، حوار يكون بمخرجات سيادية، أن يكون حوارا حقيقيا وليس حوارا كما اعتادت عليه السلطة الجزائرية منذ سنوات عديدة في مرحلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحتى قبلها. كانت هناك حوارات ومفاوضات لكنها في النهاية شكلية لا غير ملزمة للسلطة، يعني في النهاية هذا هو الحوار المطلوب. حتى الآن الرئيس الحالي تحدث عن الحراك المبارك وعن الحوار، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذا الحوار، ما هو شكله، ما هي آفاقه، ما هي حدوده، ما هي أهدافه. حوار بقي ك
كلمة فقط وجهت إلى الحرق الشعبي. الآن نحن في مرحلة لا نريد أن نبقى أشهر أخرى ننتظر، ينبغي الآن أن نسرع إلى الكشف عن هذا الحوار الذي تريده السلطة الجديدة ويريده الرئيس الجديد. نعم، بالعودة إليك دكتور بوناب، يعني هذه النقاط التي تفضل بها الأستاذ مروان الوناس عندما تحدث عن شروط لخلق على أقل تقدير بيئة تحاورية بين الرئيس والحراك الشعبي الجزائري، تفضل دكتور كمال بوناب إن كنت شكرا تحدث. نعم من يسمع؟ نعم ألو، تفضل اي سامعك، تفضل المباراة لك. شكرا. الاستاذ الفاضل تحدث على ضرورة عدم الرجوع الى رواسب الماضي وغيرها، والحقيقة انه الماضي هو فاعل ومكون مؤثر جدا في المشهد السياسي الجزائري، لاننا نتحدث هنا عن معضلة صفرية، تناقض بين عقل الدولة وما تقتضيه المصلحة الوطنية وبين مزاجية الرأي العام. الاستاذ عندما يدعو او يجدد الدعوة بان يقوم الرئيس تبون بالحوار، السؤال الذي يطرح هنا بشدة مع من يتحاور الرئيس تبون في ظل عجز تام للحراك في إخراج نخبه للساحة السياسية. الرئيس عبد المجيد تبون وضع هدفا واضحا جدا في برنامجه الرئاسي، وهو ضرورة استرجاع المواطن ثقته في مؤسسات الدولة. هذا التحدي بحقيقة أنه تحدي صعب جدا، لأنه يتشابك مع العديد من العراقيل والتناقضات التي قلت أنها تتداخل مع الثقافة السياسية الهامشية وغير مؤثرة، والفعاليات المجتمع المدني المغيبة تماما في المجتمع أو في المجتمع والدولة الجزائريين بفعل سنين وسنين عديدة. نلاحظ اليوم أنه من جهة هناك تمكين نسبي للعنصر المثقف في عملية صنع القرار، من جهة مقابلة نقابة الأساتذة الجامعيين لا ترحب تماما بمخرجات وزارة التعليم العالي، من جهة هناك وعي شبابي ملهم جدير بالإشادة به، من جهة نجد أن هناك خطاب متعصب في الشارع وفي الوسائط الإعلامية وفي الحراك يصور منطقة القبائل أي الولاية التاريخية الثالثة على أنها أقل وطنية من نظيراتها، وهذا شيء غير مقبول. من جهة كيف من جهة الشيء الغريب أن السلطة تعاملت مع هذا الأمر بخطوة أعتبرها شخصيا أنها غير موفقة تماما، وهي الدعوة إلى إقرار قانون يجرم خطاب العنصرية والكراهية، رغم أن هذا القانون موجود أصلا وضمنا، يعني من مقومات الهوية الجزائرية في الدستور الجزائري هي الأمازيغية والهوية والإسلام، فلماذا هذا الإثقال غير في القوانين؟ يعني الأمر غير مفهوم وغير مبرر. من المفترض أن هذه الأمور هي من واجبات المجتمع المدني، من واجبات الإعلام، ولا يجدر بالسلطة حفاظا على هيبة الدولة لا يجدر بها أن تنزل إلى سفاف هذه النقاشات. كذلك من جهة أخرى نجد أن هناك تعليم بإلغاء الضرائب على ذوي الدخل المنخفض، يتم تصوير الدولة هنا على أنها تسلك مسعى تضامني، من جهة أخرى نجد أن هناك إقرارا لضرائب أخرى موازية، من جهة كذلك نجد أن هناك إرساء لثقافة التسامح والتعايش وعدم الإقصاء التي يكررها الرئيس دائما في خطاباته، من جهة كما ذكر ضيفك الكريم نجد أن هناك ما زال استمرارية لسجناء الرأي في السجون. وبالتالي المعضلة الحقيقية في الجزائر أنها لا تحتاج إلى تحليلها في المنابر الإعلامية كما هنا، هي الحقيقة تحتاج إلى بحوث أكاديمية موسعة من جهة، وتحتاج إلى حلول فعلية وجذرية ترجع المكانة الطبيعية لمنظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات فاعلة لتكريس ثقافة سياسية مشاركتية وليس ثقافة سياسية هامشية وغير مؤثرة. نعم أستاذ مروان، يعني بالإجابة على سؤالك من قبل دكتور بوناب كمال، قال الرئيس يتحاور مع من، هل برأيكم بات بالفعل أن يقوم الحراك بتنظيم نفسه ويقوم بتعيين ممثلين عنه على أقل تقدير حتى يتم التحاور والتفاوض معه؟ أشير إلى نقطة مهمة، هذه من بين الانتقادات التي توجه إلى الحراك على أنه لا يملك قيادة، لا يملك تمثيلا غير مهيكل،
غير منظم، هو حراك فوضوي غوغائي شعبوي، لكن الحقيقة هي عكس ذلك. أعطيك مثال قريب جدا، يوم الخميس الماضي كان من المفترض أن تجتمع فعاليات كبيرة من الحراك الشعبي من كافة محافظات البلد، والكثير من النشطاء اشتغلوا طيلة أشهر عديدة على وثيقة توافقية كبيرة، طلبوا رخصة فقط من السلطات تمنحهم رخصة لعقد اجتماع في قاعة رياضية في العاصمة الجزائرية. للأسف الشديد رفضت هذه السلطة منحهم مجرد رخصة، أنهم يحاولون تنظيم الحراك ويحاولون الخروج بوثيقة تلخص مطالب الحراك الشعبي. هنا أطرح سؤال، من الذي يرفض لهذا الحراك أن تكون له قيادة وأن تكون له هياكل وتنظيمات؟ يعني في النهاية هي السلطة التي ترفض ذلك ولا تريد هذا الحوار لهذا الحراك أن ينتظم أن يكون له قيادة، حتى يبقى هذا الحراك دائما ينتقد ويهاجم على أساس أنه غوغائي وشعبوي ولا يملك قيادة. أكثر من ذلك، قبل منذ بداية الحراك الشعبي قدمت العشرات من المبادرات السياسية من قبل نشطاء في الحراك الشعبي، من فعاليات في الحراك الشعبي، من قبل المعارضة، من قبل شخصيات وطنية وسياسية وتاريخية وازنة في الساحة الجزائرية، ومع ذلك رفضت كل هذه المبادرات، بل تم شيطنتها وتم تشويهها بشكل فظيع جدا، ما يعني أن الإرادة السياسية والنية غير متوفرة لدى هذه السلطة للحوار مع الحراك الشعبي وتلبية مطالب الحراك. للأسف شديد كل المؤشرات تقول بأن السلطة لديها أجندة ولديها مسار محدد تريد أن تسير عليه، ولا تريد أن تصغي للأراء الأخرى، تريد أن تفرض الأمر الواقع، وهذا يجانب الحقيقة. الجزائر بعد 22 فبراير 2019 ليست هي نفس الجزائر التي كانت قبل هذا التاريخ. على صانع القرار في الجزائر أن يدرك هذه الحقيقة، لا يمكن لعجلة التاريخ أن تعود إلى الوراء، وكلما طال الأمر كلما تجذرت وأصبحت مطالب الحراك الشعبي أكثر راديكالية. حالة الوعي المجتمعية السائدة الآن في الجزائر يعني حالة غير مسبوقة، حالة وعي سياسي كبير جدا، هناك إدراك للواقع السياسي، هناك رغبة حقيقية في تحقيق تغيير حقيقي وليس فقط مجرد روتوشات شعبوية مثل التي كان يشير إليها الآن ضيفك من مدينة بثنة. للأسف الشديد الحكومة تريد أن تقفز إلى الأمام وتتناسى جوهر المشكلة. المشكلة بالنسبة للجزائريين هي ضرورة أن يتغير هذا النظام، أو على الأقل نبدأ في مسار تغيير حقيقي وانتقال سياسي وديمقراطي. الشارع يضبط نفسه ويقدم الفرص تلو الأخرى لهذا النظام ولهذه السلطة، لكن للأسف الشديد حتى الآن هذه السلطة تتعنت وترفض وتناور وتحاول أن تكسب الوقت في محاولة لاستنزاف الحراك الشعبي، لكن هذين اليومين أثبتا أن الحراك مستمر وأن الإرادة الشعبية كبيرة جدا بشكل أيضا لم تعرفه الجزائر من قبل. أتمنى من صانع القرار أن يلتفت إلى هذه المعطيات الجديدة. طيب دكتور كمال بوناب، يعني الأستاذ مروان الوناس استخدم مصطلحات هي قد تكون بشكل أو بآخر جوهرية في المشهد الجزائري عندما قال بأن الحكومة بهذا التصرف تقفز إلى الأمام وتتناسى جوهر المشكلة. هل في هذه الجزئية ستكون هناك حملات مضادة للحراك الشعبي الجزائري من قبل الحكومة أم ماذا دكتور كمال بوناب لو استمر الأمر على هذا الوفاق أو على هذا الشكل كما يقال؟ نعم، الحقيقة أنه لا يجب يعني أن نجرى كثيرا إلى الخطابات الشعبوية، يجب أن نكون عقلانيين أكثر من أي وقت مضى. الوضع الحالي أو الوضع السياسي الحالي بنسبة كبيرة سيحدده الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي هو المحدد والمتحكم في المآلات السياسية، وليس الخطاب الشعبوي، وليس حتى الحراك اللي راه مازال مستمر وبنسبة ضئيلة قليلة جدا عما كان عليه من قبل. لا شك بأن النظام السياسي الجزائري قد دأب تاريخيا على شراء السلم الاجتماعي بالريع البترولي، وحتما أنه وإن تكون هناك بوادر للمرض الاقتصادي الهولندي، وإن يكون هناك الريع، وإن يكون هناك غياب التنويع الاقتصادي، حتما سيعشش الفساد. لذلك نجد أن حكومة السيد جراد اليوم تراهن على خطة عمل لتنويع مصادر الدخل الجزائري، خصوصا أن المؤشرات غير مطمئنة تماما، حيث أنه في نهاية عام 2019 الاحتياط النقدي للعملة الصعبة تراجع إلى 62 مليار دولار، وهذا رقم مخيف جدا. وبالتالي حتى لا تصنف كما قال الأستاذ، حتى لا تصنف
الوعود التي يقدمها الرئيس في خانة الهروب إلى الأمام، يجب في المقام الأول طمأنة الشارع بإيجاد حلول اقتصادية بديلة تقوم في المقام الأول والأخير على التنويع الاقتصادي والتخلص من جحيم النفط الذي حتما لو تم التركيز عليه بنسبة كبيرة ولو ظللنا في هذا الاقتصاد فحتما سوف يستمر الفساد وسوف تستمر الممارسات التي حكمت الدولة قبل 22 فبراير 2019. نعم أستاذ مروان، في ظل هذه الفترة الراهنة لو سألتك هل يجب التفكير بطرق أخرى من قبل الحراك الشعبي أم ماذا؟ دعني أشير إلى نقطة مهمة. فضل. لولا الخطابات التبريرية للسلطة التي تحكم البلد لما تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه من البقاء 20 سنة والعبث بمقدرات البلد وإيصال البلد إلى هذه الحالة الكارثية التي نوجد عليها الآن سياسيا واقتصاديا. الخطابات التبريرية للسلطة هي التي منجنت على الجزائر في النهاية، ولولا الحركة الشعبية التي بدأت في 22 فبراير لكان الجميع الآن يرزق تحت حكم العصابة تحت حكم المفسدين الذين بعضهم الآن خلف القضبان وبعضهم ما يزال حرا طليقا. الحركة الآن لديه سمات لا يمكن له أن يتخلى عنه، وسلاحه الأول هو السلمية، يعني هذه عقيدة الآن راسخة، وحالة التعبئة الكبيرة الموجودة في الشارع والإصرار على تحقيق المطالب هذا أيضا أمر مهم، وهناك نخب تشتغل داخل هذا الحراك هي فقط بحاجة إلى أن تصغي إليها السلطة. لا يمكن أن نتحدث عن حلول وعن بدائل دون أن يتم توافق مع السلطة، يعني لا نكون عدميين من الواقعية السياسية أن نتحدث عن ضرورة أن يلتقي الحراك وتلتقي المعارضة ويلتقي النظام والسلطة على طاولة واحدة وعلى نقاط مشتركة. هذا هو الحل الذي يرجوه الجميع. لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل، لا يمكن أن تبقى السلطة تصم أذنيها وتضع أصابعها في أذانها حتى لا تسمع صرخات الناس ومطالب الحراك، ولا يمكن أيضا للحراك أن يبقى طوال الظهر في الشارع. في النهاية ينبغي أن نصل إلى نقطة مشتركة بين الطرفين. الكرة الآن أعتقد دائما أنها في ما هي النقطة المشتركة برأيك أستاذ والناس؟ لو سألتك عن النقطة المشتركة التي ترنو إليه حضرتك أو ترمي أو تسلط الضوء عليها، لو سألتك عن هذه النقطة برأيكم؟ النقطة قلت لك يعني لا بديل عن الحوار، يعني في السياسة في الحركات الاحتجاجية مثل هذه النهاية دائما تكون من خلال جلوس إلى طاولة المفاوضات، حتى في الحروب الكبرى في الثورة الجزائرية في أي مسائل خلافية ينبغي أن يجلس الجميع إلى طاولة الحوار، أن نلتقي في نقاط مشتركة، أن يبدأ حل وأن يبدأ مسار انتقالي سياسي ديمقراطي يستجيب للمطالب الكبرى. الحراك ما زال مستمرا، يعني عندما يقول الضيف بأن زخامه تراجع بالفعل زخامه تراجع مقارنة بالبداية، وهذه أمور طبيعية تحدث مثل هذه الحركات، لكن اسأل التاريخ هل هناك حركة احتجاجية سلمية استمرت لأكثر من سنة؟ الآن ندخل السنة الثانية بهذه السلمية، هذه نقطة مهمة ينبغي أن تلتفت إليها السلطة. أعتقد بأن الحوار هو الذي ينبغي أن يكون النقطة المشتركة بين الجميع، وأن تكون هناك نية فقط صادقة من قبل النظام تمد أن يتم مد اليد فعلا لا قولا إلى الشعب الجزائري ونخرج من هذه الدوامة. نحن بدورنا نتمنى الخير والسلامة للجزائر. ضيفي من الجزائر أستاذ مروان الوناس كاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة على كل كلام القيم الذي غنيت به الطاولة المستديرة، وشكر لك ضيفي من الجزائر أيضا دكتور كمال بوناب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بتنا على كل الكلام القيم الذي أثريت به حلقة ليلة. شكرا موصول لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.